عشان نعرف برضو العملية الانتخابية هناك ايه اخبارها في هذه الساعات. وزميلنا احمد مصلحي، احمد اليك، يعني ارجو انك تنقل لنا سير العملية الانتخابية في هذه الساعة، والى اي مدى قدرت ترصد انه ممكن يكون في زيادة في الاقبال عما كان الحال عليه منذ الصباح والساعة 9 صباحا. مساء الخير رامي، يعني نحن الان متواجدين في مدينة اسوان. يعني فيما يتعلق بالإقبال، يعني لا يزال الإقبال ضعيف أو أقل من المتوسط. يعني كان من المفترض أن في الساعات الأولى من صباح اليوم، معروف أن محافظة أسوان يعني درجات الحرارة فيها بتبقى مرتفعة جدا، درجة الحرارة كانت 43 درجة مئوية في الصباح وحتى بعد العصر. يعني كانت هذه هي التوقعات، أن المواطنين في أسوان كان من الممكن أن يملأوا اللجان الانتخابية في الساعات المتأخرة من هذا اليوم الانتخابي، ولكن يعني يبدو أن الإقبال لا يزال على نفس المستوى إن لم يكن زاد قليلا عن الساعات الأولى من صباح اليوم. هناك غرفة عمليات بتتابع أي شكاوى قد تتلقاها هذه غرفة العمليات، وبيترأسها بنفسه اللواء الأستاذ مصطفى يسري محافظ أسوان. يعني دون ذلك لم نتلقى أي شكاوى سوى بعض اللجان التي فتحت متأخرة حتى الساعة 11 صباحا من هذا اليوم. إنما مفيش خرق للصمت الانتخابي، مفيش أي عراقيل واجهها الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية؟ لا يوجد خرق للصمت الانتخابي، يعني بعض اللافتات هنا او هناك امام مقر اللجان الانتخابيه لبعض المرشحين، دون ذلك لا يوجد اي خروقات. وايضا كان هناك تواجد للمراقبين الدوليين سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوروبي، وايضا مراقبين من جامعه الدول العربيه. وايضا يعني المحافظه، يعني سواء محافظه اسوان او مديريه الامن، في تنسيق كامل ما بينهم لتسهيل عمليه الادلاء بالاصوات للناخبين. يعني مثلا من قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية بيتواجد فرد أمن مسؤول عن إدخال وتسهيل عملية التصويت بالنسبة لكبار السن. أيضا يوجد كرسي متحرك خاص بهذا الأمر لكبار السن لتسهيل عملية دخولهم وخروجهم أثناء عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية هنا في محافظة أسوان. مشكورك شكرا جزيلا زميلي أحمد مصرحي، كنت معنا من أسوان.